تيتي، بدي احكي معك كلمتين وبدي اياكي تفكري فيهم منيح. خير تيتي؟ اول شي بدي اياكي تديري بالك على حالك وتهتمي بدروسك. اكيد تيتي، ان شاء الله بتسمعي نتائج منيحة. والشي تاني والاهم ويلي بدي اياكي تفكري فيه، انه ابوكي ما له اخذك معه لحتى هو يدير باله عليكي وبس. لا حبيبتي، اخذك معه لانه هو محتاج انك تديري بالك عليه. بابا بعيوني يا تيتي، انتي بتعرفي هالشي. ايه تيتي بعرف، بس دي الشغلة مو أكل وشرب وبس. أنا بدي إياكي تحنني قلب أبوكي على أخواتك لحتى ما يقسى أكثر من هيك. هدول أخواتك يا تيتي، أخواتك. وأوعي تفكري إنك إذا صرتي مع أبوكي إنه خلاص ملكتي الدنيا. لا يا حبيبتي لا، لأنه إذا دار الزمان ودار مالك غير اخواتك سند. سمعتي حبيبتي؟ فكري منيح وقلبي يلي قلت لك يا براسك. ايه اولا لا تبكي، وثانيا هلا لا تحكي شيء ابدا ابدا، لانه الكلام يلي قلت لك اياه لهنيك مو لهون. ايه حبيبتي يلا. يلا تقبريني، روحي كملي ضب غراض. يلا حبيبتي يلا 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 تيتي يلا. شلون يعني؟ ما بعرف، حسيت في شي بنظراتهم ما حبيته. يعني انت مفكر مشان اختك؟ ايه. طيب شو بدنا نعمل؟ ما بعرف، عم فكر رجع له السيارة لأستاذ نادر. نفس الشي. لا امي بلاها، على القليلة منسكت لسانات العالم شوي. لا امي ما بظن. يعني هلا اذا الاستاذ نادر رفع لك راتبك بتقول له لا؟ اكيد لا. هي هي الراتب مثل السياره. انت هيك رايك؟ انا لهلا ما عندي حل تاني. الله حي اصلك يا ابو زهير. والله لك الله حي اصلك. لك فرزه انت، هذا واحد شو بدي اقول له؟ والله قلت الكلام فيه احسن، خليها لربك احسن. والله والله وعزة محمد لو تركتني اختك عليه لكنت ورجيته شو قيمته. ايه ما فشل ما فشل، حطك قباله. على القليلة انت حويت له اولاده وهو رماهم. لا اختي ميساء لا ترميني بحجاره، الله وكيلك انا حويت الاولاد كرمالك مو كرمال عيونه. اصلا هو واحد واطي، لو ما كان واطي ما بميز بين اولاده. خلص اختي ميساء ما بدنا اياه، خلينا نكبه ما بدنا اياه. مزبوط ميساء، اخوك عم يحكي 100% صح. ايه بس انا عم فكر ببنتي هبه، إذا أنا فهمانة ليش هي عم تعمل هيك، شو بدي أقول لأخواتها؟ شو بدي جاوبها لما بيسألوني؟ ميساء، ترك الزمن يحل لك مشاكلك ولا بقى تحكي، وربك ما رح ينساكي وينساهم الله وكيلك. لك تسلمي لقلبي يا حنونة أنت. لك أمي هاي فوزية مو حي الله، لكن حتى تعرفي ناخبها من بين 700 مرة. يلا أختي تعي ناكل. أمي؟ يا عيوني. إمتى بدنا نجوزه لهذا المثقف؟ تقبر قلبي بس انت قولوا ايه وانا جاهزة. لك وين الخبز؟ بس يعني الخبز يخرب بيت هلا كنا عم نمدحها. طول بالك اخي. ايه بتقومي بتجيب الخيط من هون لهون وبتسحبيه علا هيك. ايوه هلا فهمت، فهمت عليك. الف الحمد لله كتر خير الله، كملي. ايه شو كان بدها منك هالسماوية؟ فتوم بزعل منك ها؟ شو عدوتك يعني؟ ايه عدوتي يا ستي، عدوتي لحتى اموت. ما هي حرمتني من علوان الله لا يسامحها.
فتون عن جد رح ازعل منك ها؟ حرام. هلا نسرين حرام. ايه حرام. انت وياها مثل بعضكم محبوسين ومحرومين. ايه شو كان بدها منك؟ ولا شيء. بدها حدا تفش قلبها لإله. اذا كانت زعلانه ما يشمت فيها، واذا كانت عم تضحك ما حدا يعيب عليها كمان. اي مو من ايدها؟ والله اذا بتجي للمظبوط كلياتكم من ايدكم. بدي افهم ليش هي الوحيده اللي اخذين منها موقف. وهي اقتنعت بكلامك؟ انا ما كنت عم بحكي معها مشان اقنعها، بس بيني وبينكم كانه هالمخلوقه عندها هيك بكلامها وبافكارها عندها شي رحماني، عندها شي مهم. ايوه هلأ عايدة نادية، ما بدنا نحقد على عباد الله. الله يرضى عليكي. كل واحدة بهالسجن في عندها هم طام ومطم. ايه مثل ما عم قلكم، صدقوني. الله يعين العالم. امي أمك ما أمك أمك يا قليل. أنا آسفة، ما بدك تسامحيني؟ على شو؟ على شو بدي سامحك ولا على شو؟ على أبوك يلي موتي طيب، يلي خليتي ينتحر بسببك، ولا على البلاوي اللي عملتيها وانتي لسه ما فقست البيضة عنك، ولا على ضربك إلي وكأني واحدة من الشارع. ولك على شو يا ليل؟ ولك على شو بدي سامحك؟ على شو؟ على شو؟ على شو؟ على شو؟ خلص بعدي عنك، بعدي عنك، لا تقربي علي. بس أنا بدي راضيك. وأنا ما بدي راضيكي. منيح؟ لا مو منيح. بدي راضيكي يعني بدي راضيكي. خلاص احترامي سيدي. أهلين، أنت شو قصتك ماجد؟ شو قصتي سيدي؟ شلون شو قصتي؟ ما بيمضى اسبوع الا بيجيبوك لعندي بهالهيئه هي، عم تسوق سياره التاكسي تبعك وانت شربان ومطفي. سيدي والله قلت لهم انه السيد سهير ما راح يكون مبسوط اذا بيشوفني بهي الحاله، بس هنن ما صدقوني. ماجد ماجد افهم علي بقى، انا ما عاد فيني ساعدك اكثر من هيك. ولك مشتهي شي مره تزورني زياره عاديه بدون ما حدا يشتكي عليك؟ ما ضل حدا ما اشتكى، مره جيرانك، مره الزباين اللي عم يطلعوا معك بالتاكسي. شو هالقصة معك بقى؟ سيدي والله عم حاول يا سيدي عم حاول، بس صدقني ما عم تزبط. احترام السيدي. أهلين وفيق. خدوا منو خدوا. شو سيد ماجد؟ مثل عادة؟ مثل عادة. لا تخلي سوق السيارة وهو بالحالة؟ معقول سيدي خلي سوق السيارة وهو بالحالة؟ أنا بركبه بسيارة سيدي. بيكون أحسن. قوم أخي ماجد قوم. لا الله يعينك. بسم الله. يا الله رجعت ايام الشوفيريه سيدي. نحن نشكر تعاونكم معنا. دير بالك على حالك يا ماجد. يا سيد ماجد معقول هاي الحاله انت فيها يا حبيبي؟ لك يا وفي انت شو فهمك بهالدنيا كلها يا وفي؟ امرك امرك. شرف شرف مين؟ وبعدين لك ماجد، بدك تضلك ضايع ومسطل ولا بدك تنتقم من حالك وما لك عرفان كيف؟ طيب إذا هي احتمال متخبية وما عم تسترجي تحرك وتبين
هذا إذا لساتها بالبلد. ليش أنت ضايع؟ آه؟ لك مو بس ضايع، ضايع وصاروا الكل مقابضينك. يا ترى اللي حبيتها قابضتك؟ ولا عم بتقول عنك أجدى؟ أنت شو رأيك؟ أنت شو؟ يا ماجد، هناء حبتك وانت حبيتها ولا لا؟ انت لهناء جاوبني. مزبوط، انا حبيتها لهناء، والله العظيم انا حبيتها لهناء، بس هي انا حبيتها. هي ليش تركتني وما سألت عني؟ ليش تركتني وما سألت؟ جاوبني، قلي ليش. لانه ببساطة انت لازم تدور عليها، انت لازم تدور عليها وتطلع من حالة السكر هي وتجيب لها البراءة تبعها. عم بحكي صح انا ولا لا؟ تبي هي معك حق، انا لازم اترك الشرب، لازم اترك كل الشرب وروح دور عليها. بس المشكلة انه، طيب خلص انا بترك الشرب. شو؟ كل شيء عرفته انه عم يشتغل شوفير تاكسي. كله بسببك انس، ضليت تقول لا تسألي عنه، مو وقته هلا، اكيد عم يراقبوه لحتى ضيعنا طريقه. يعني لو سألنا عليه من وقت ما كان بالحبس مو كان احسن؟ لا يا ستي، ما كان احسن. ماجد دفع ثمن كثير كبير يا انس، وانا هلا من وجهة نظر وحده كذابه. ما بظن، هو لو عن جد بيحبك بيكون عم يقول بقلبه يا ريت ما تقرب ناحي. ليك أنس، كل هالحكي ما عاد يفوت لراسي، بدك تلاقي لي ماجد من تحت الأرض، وإذا ما بدك تتصرف أنا رح أتصرف. طب بس اسمعيني. ما بدي أسمع شي. تفضل، بدهم يوصلوا لمنطقة خاطر. يا ولد أنت شو جايك من هالشغلة؟ بكرة بتفكر إنك عم تبعدها عن طريقه مش عم مصلحة لإلك. لك إيه حاجة تكذب عليها وتقول ما بعرف وينه؟ بس والله أنا ما تصرفت هيك إلا مشانها، لأنه بغلطة صغيرة بترجع على السجن. تقولوا بيشبهوا لسميح الخالق الناطق. إيه والله بيشبهوا، الله يخلي لك إياه يا بيك، إن شاء الله بيربى بعزك. عماد، تنزل فوراً على السوق تشتري أساس غرفة كاملة ولعوبات بتعبي له الغرفة كلها لعوبات. لعيونك لعيونك لعيونك، الله يخلي لك إياه. الله يرحمه سميح، الله يرحمه. ايه سعيد، افتح لي على المشهد 293 لو سمحت. ايه المشهد بده تعديل شوي.
مين المشهد 293؟ ومين الجسر بيناتهم؟ نعمل لنا شي لقطة بريتش مشان انتقال الزمن. ماشي ماشي، مع السلامة. تعا حبيبي، تعا خد لك شمة، تعا جرب. ما بدك تبطلي هالسم وتصحي بقى؟ ليش شبني حبيبي؟ ليكني صحيانة. اخرتها يا مروان رح تضل هيك؟ بلكي هالمخلوقة اخدت لها شي جرعة زايدة وراحت فيها، شو رح يكون موقفك؟ لازم تصرف بسرعة. لا حول ولا قوة الا بالله. الظاهر انه ابوه دافع منيح مشان يستعجلوا بتنفيذ الحكم. معقول معقول كتير، بس هي ما دريت انه محكمة الاستئناف رفضت طلب الالتماس لتخفيف الحكم للمؤبد. والله يا استاذ ما استرجيت الا، يعني ما بتتخيل قد ايه كان عندها امل انها تربي هالولد. لك ما بتتصور نظرة الامل والتوسل اللي كانت بعيونها، على عكس جلسة الحكم الاولانية كانت مالة ومو فارقة مع الحياة كلها. طبعا هلا حسيت قيمة الدنيا بعد ما صار عندها ولد. مزبوط. هلأ هالمسكينة اللي عرفت طعم الحياة واكتشفت نكهتها بعد ما إجاها هالولد. الله يهين العالم. هي صرنا كذا شهر مخطوبين والحالة هي هي. لقيلي حل يا عبلة لحتى أبصم لك بالعشرة، أنا متمني من بكرة نتزوج. وأنا ما عندي مانع، بيجي بغرفة بس كون معك. تعرفي إنه ميساء مقهورة كتير؟ قال إنه هي السبب، لو ما كانت هي ولادها عنا بالبيت كنا تزوجنا موقعنا بهيك مشكلة. لا اوعك تخليها تفكر هيك، بكفيها اللي فيها. عبلة، احيانا بفكر بيني وبين حالي بقول قديش انا محظوظ فيكي، لوحدي غيرك كانت حطت الحق كله على ميساء. لانها بتكون بلا عقل، يعني هي اختك عيب تنرمى بالشارع هي ولادها. بس انا اللي عم فكر فيه خلي يروح راتبي اجرة بيت ومنعيش براتبك. ومصاريف العرس والفرش والما بعرف شو. بنعمل حفلة على قدنا بيمشي الحال. زملائنا بالشغل لحالهم بيسرعوا راسنا، كيف غيرهم؟ اللي بده يزعل بيرجع بيرضى، بعدين معقول ندور على امراضاتهم قبل ما ندور على حالنا؟ لك يسلم لي حالنا وبالنا، انا كل شغله بتلاقي لها جواب. بحبك والله العظيم بحبك. وانا بحبك. طيب سيد نادر، دكتوره رنا شو بتقربك؟ انا زوجها. طالما زوجها ليه ما سجلت الولد باسمك؟ لانه ببساطه الولد مو ابني، فليش لحطه على اسمي؟ لشو بدك تفصل يا استاذ منير؟ سيدي القاضي أرجو أنه يتسع صدركم قليلاً بس. تفضل. سيد نادر، شو نظرتك للطفل اللي حاملته الدكتورة رنا وهو مو ابنك؟ يعني أنا بعتبر حالي مثل كتير رجال تزوجوا من قبل، نسوان متزوجين وعندهم أولاد، أنا عم الولد زوج أمه. يا أستاذ منير في عنا قضايا تانية. سيد الرئيس أنا خلصت، بس عندي سؤالين فقط للدكتورة رنا، ممكن أسألهم؟ ممكن، تفضل، بس بسرعة شوي لو سمحت. دكتورة رنا، محكمة! الجلسة الآن للنطق بالحكم. إلي كلمة سيد القاضي إذا سمحت قبل الحكم. إذا سمحت أستاذ منير،
القضية أخذت وقتها بكافي، انتهينا. كلمة واحدة بس. يا أستاذ منير، يا أستاذ منير، لا القانون ولا الشرع بيسمح بهيك حالة. بقى إذا سمحت وفر علينا وعليك الوقت والتعب. سيد الرئيس، هلأ إذا هي القوانين ما بتسمح منقدر نعدلها؟ يعني اللي حطوا هي القوانين مالهم لا أزكى ولا أفهم مننا، مع احترامي الخالص لإلهم حتما. أما بخصوص الشرع فأنا ما لقيت لا إشارة ولا نص بتمنع الأم إنه تنسب الولد لإلها إذا الأب رفض ذلك، وفي كتير دول إسلامية عم تطبق هذا القانون. فسيدي الرئيس، ليش ما نستفيد من هي التجارب؟ هالمجادلة مو مكانها قاعة المحكمة. لك وين مكانه سيدي الرئيس؟ شو ذنبه لهذا الطفل إذا أبوه طلع ندل وما اعترف بنسبه لإله بنرميه على الرصيف؟ في دور أيتام كتيرة والدين متسامح وبيشجع على التبرع لدور البر والإحسان. يعني الولد بيضل بدون نسب؟ طالما الأم معروفة شو اللي بيمنع؟ سيدي الرئيس، سيدي الرئيس، طالما الأب مو معروف من هو والأم متأكدين منه، فشو اللي بيمنع إنه الأم تعطي نسبها لابنها؟ شو اللي بيمنع؟ مساء الخير سيدي. أهلين ماجد، شو صحيان ولا؟ والله بدك يعني صحيان ولا؟ مين شرف؟ صرت بستاهل الشفقة مو هيك؟ بصراحة اي نعم، تستحق الشفقة. بتعرف لك ماجد، عم فكر بيني وبين حالي، عم قول بتتذكر لما اجيت لعندي على المكتب وقفنا هون وكنت منتقل جديد على سجن النساء وقلت لي متحير انا شلون بدي اعمل اصلاح وما بعرف شو بدي غير بدي ظبط. فكر بيني وبين حالي هلا بقول مين اللي بده اصلاح يا ترى؟ والله اذا الحب حرام معناتها بدي اكثر من اصلاحات. انا حب يا زلمي، انا حب عم تحكي عنه؟ شوف حالك وين منحوش، قيمنا من هالقصص وخلصنا بقى. سهيل، هناء بريئة وانا مآمن بهذا الشيء. خليك مآمن وسكران، السكر لحاله مصيبة إلى أول ما لآخر. لسه عم تطلع لي على السيارة وعم تسوق أنت سكران، ممكن بأي لحظة تدعس حدا. بدك يعني أخلص من السكر؟ خلص أنا من اليوم خلص ما عاد أشرب، بس بدك تساعدني نسبة براءتها لهنا. لك يا بني آدم، كل المعلومات بتثبت أنه المخلوقة برات البلد، والله أعلم هلأ وين بتكون ومع مين عايشة. وأنت حضرتك بدك تفني عمرك وتدور عليها وتلاقيها وتثبت براءتها؟ لأنها بريئة أنا متأكد. وأنا سبق وقلت لك إنه التهمة لابسها لبس. لازم تلاقي خيط. يا ماجد يا حبيبي. سهيل إذا بتريد لا تحاكيني بهي الطريقة. أنا مالي ولد صغير. ولك شلون بدي ساعدك؟ شلون؟ قلي هات لشوف. بجيب عيلة جوزها المرحوم بنصب لهم مشانق وبعلقهم مشان يعترفوا؟ هذا كيف لو ما كنت ضابط وبتعرف كل هالقصص؟ أعطيني عناوينهم. ماجد حاجتك جنان. هي. هلا اذا حكينا بتقلي حاجتك جنان، واذا شربنا بتقلي حاجتك سكر، شو بدك يعني اعمل؟ بدي اياك تفيق على حالك ومستقبلك وحياتك. ليش شو في شيء خاف عليه؟ شو؟ مستقبلي؟ وينه مستقبلي؟ راح. خليني على القليله احس اني دفعت الثمن مقابل شيء بيستاهل. طيب لنفترض انك اثبتت براءتها، شلون بدك تعرف وينها وشلون بدك تجيبها؟ لك لا تكون تعرف وينها لك ماجد. مش لو بعرف وينها كنت اجيت انا لهون؟ كنت لقيتني عندك هون؟ اعطيني اي عناوين اقدر استفيد منها. ماجد افهم علي بقى. خلص فهمت. انت كتر خيرك. يلا تصبح على خير. ماجد شو هالمصيبة اللي بدها توقع فيها؟ والله العظيم قصة. تعا إلا هلأ إني راقبته لحتى شوفك عم يتحرك ولقيته فات على أمن الجنائي بتقول رفقاته. وإذا قلت لها من زمان بعرف وينه كمان يمكن تعمل لي مشكلة وتزعل. إيه تزعل، ما رح أقول لها وينه قبل ما راقبه على المزبوط وأضمنه وبعدين من حق
يلا داخلي انا قاعده لحالي. يلا هلا فورا مشي لعندك. زعلت مني ما هيك؟ لا ما زعلت. انا بعرف انك خايف علي بس والله داخلي. بعدين انت بتعرف كل القصه وبتعرف شو الزمن مخبي لي، مشان هيك انا لازم لاقي ماجد. منلاقي عنجد؟ خلال يوم او يومين بكون قدامك. اذا لقيته يا انس الك مني. اللي منك انك تضلي مبسوطه. هلا انا بصراحه كثير جوعان، شو بدك تعشي؟ جرسون شو خفت تكون سكران وما عارف ارجع على البيت؟ عندك قهوه؟ تفضل تفضل. ما تواخذنا البيت مكركب شوي. هاي صورة وعنوان أكثر واحد ممكن يفيدك. بس ما في شيء أكيد طبعاً. قول ما في حدا تابع. فرد لي هالوش بقى. فرد لي هالوش ولا ما بينفرد إلا إذا كنت معبي الطاسة. لا وحافظ المصطلحات كمان. ومنكم نستفيد والله. ولك أنت مين مفكر حالك؟ فكر حالك عنتر زمانك وبدك تشيل الزير من البير؟ لا ومشان مين؟ مشان هناء خانو. الله أعلم هلا وين بتكون قاعدة؟ بأي فيلا ومع مين؟ وحضرتك هون عم تاكل همه. يسلموا شكرا. مشي حالك؟ ايه والله تدبرت البعثة على اوكرانيا بدل مصر. ايه ممتاز، شو بدك احسن من هيك؟ الله يبارك فيك، موفقين يا شباب. يلا شرف، شرفي دورك. على عيني. تكو. باي باي. مرحبا. اهلا وسهلا. بسيم؟ يا بسيم؟ لك بسيم روح جيب لي كاسة مي او اي شيء ليش طقطق حلقي. اوكي تفضل. ايه بسيم. اهلين استاذ اكرم، هات الحلوان. طمني شو تم تنفيذ المهمة على اكمل وجه؟ والله عم تحكي عن جد؟ عن جد وجد الجد كمان. بس شوف يا ابني، أنا ما حدا بيعمل علي راس، والله لمسح مزابل البلد فيها. لا كل واحد يسلم لي هالإيدين والله هيك يا ربي يقدرني على مكافاتك. بشوفك بعدين، باي. يا ترى بتعرفي إني بدي دور على براءتك ولا خلص أنت نسيتي وعملتي عالمك الجديد؟ شو معناتها هي؟ الو ايه استنى استنى، انا لقيته للسيد ماجد. ايه تكرم عيوني. مرحبا. لك شلون بتترك شلون؟ هلا اهدي وخلينا نفكر سوا. لا بدي افكر ولا بدي سفت. انت شو انس نسيت حالك يمكن ما؟ صرت بدك تعمل ولي امري؟ العفو يا استناء، والله مو هيك القصه. هيك ونص. من وقت ما طلعت من الحبس وانت عم تخطط وعم تمشيني على خططك. قلت لك جيبه معك، عم بتقوم تجي بلا؟ طيب طولي بالك لاشرح لي. ليك انس. طولي بالك استناء، انا بعرف وين ساكن ماجد، بس اسمعيني شو بدي احكي. شرف احكي. ونحن عم نشرب قهوة. يو علينا. شو
يا ستي هذا ماجد كان يقضي وقته كله سكران، والشرطة بتعرفه كثير منيح، وأنا هذا الحكي عرفته من أهل حارته، وكل فترة كنت استناه لحتى يطلع بسيارة التاكسي اللي بشتغل عليها، حتى مرة من المرات قصدت إني أركبه لحتى أشوف شلون بيحكي، والله طلع الشاب راير وصاحب نكتي. ما شاء الله عنك، عم تعمل له فحص كمان؟ يا ستي فيكي تقولي شو ما بدك، على القليلة أنا كنت نام وضميري مرتاح لأني عم بعمل واجبي صح. طول الفترة الماضية عم تكذب علي وعم تقول إنك عم تعمل واجبك. هلا بعد ما أخلص حكي وأخذك لعنده قلعيني من الشغل، وإذا بدك بدون ما أخذك لعنده بكتب لك العنوان ومن هلا قلعيني. كمل لأشوف. ماجد كان يروح على الأمن الجنائي، ليش؟ أنا ما بعرف. وكمان اليوم اكتشفت إنه عم يراقب إياد ابن أخوه المرحوم جوزي، كمان ليش ومن إمتى ما بعرف. أنت أكيد واحد مجنون. واحد مجنون ومطبيعي، ويمكن عندك نوايا تانية. أنا؟ الله يسامحك يا أستنى. الله يسامحني إلي ولا إلك؟ لك يا بني آدم، ماجد مهتم بمشكلتي وأنت لسه بتشك فيه. سرح من وظيفته ونحبس وأنا ما وقفت جنبه، ومع هاد عم يدور على دليل لبراءتي، وأنت لسه عم تحط حجار بيني وبينه. أنا عم حط حجار بينك وبينه، أنا كل شي كان بدي إياه إني أحميكي، بس إذا هيك شايفي مثل ما بدك. اكتب العنوان والله معك، مشان ما أحكي شي تاني. طيب. هات الورقة، إن شاء الله ما تكون مخربت مثل المرة الماضية. جادو لك ابصر مين شايفه لهذا الشاب، الله وكيلك بعرفه. ايه بجوز. مور استاذ عم بتفرج. حضرتك صاحب المحل؟ وحضرتك شو شايف؟ والله شايف الاخ قاعد ورا الطاوله. يا سيدي كله واحد، انت امرني بس استاذ. لا هلا هيك اخذت نظره، مره ثانيه ان شاء الله. يلا السلام عليكم. لا ما والله هذا هو استاذ. خير؟ ممكن سؤال استاذ؟ تفضل. مو حضرتك اسمك ماجد وكنت ضابط بالشرطه؟ اي نعم أنا ماجد وكنت ضابط بالشرطة. مو حضرتك اللي هربت السجينة وسرحوك من وراها؟ لا مو صحيح هذا الكلام، أنا ما هربت سجينة وما سرحوا حدا من وراي. هذا الحكي بنعرفه أستاذ. من وين بتعرفه بقى؟ اللي قتلته حبيبة قلبي يكون عمي يا أستاذ، عمي. سكر الباب. إيدك هيك ترك هيك. والله وقعكم ها؟ لك نزل إيدك أحسن ما أكسر لك إياها، فكر ما بعرف إنك مخبيها ما؟ ليك هاي المخلوقة هي ضربتني وهربت وسمعت العالم إنه أنا بحبها وعملت علي إشاعة طويلة عريضة ومشان هيك سرحوني. بقى انت اللي بدك تطلع فيها وتورجيني وين هي، اما بدي اطلع بروحك. ها شلون لك شو عم تحكي انت؟ مثل ما سمعت ما رح اسالك وين هي، بس من يوم ورايح بدك تعتبرني مثل ظلك. بدي تم لاحقك لحتى اعرف وينها ورجعها بايدي على السجن، ويا انا يا انت وياها. لك انا اللي عم دور عليها وبدي جيبها لو كان اخر يوم. يا حبيبي هاي اللعبه ما بتلعبها علي، مش عدتلها في الملايين، هاي بتلعبها بس على عيلتك. وانا وياك والزمان بيناتنا. سلام. سلام يا شو الحكي اللي سمعته؟ لا تصدق هذا واحد كذاب. انا راقبته لما طلع من السجن وقلت انه ممكن يلاقيها، بس راح اشتغل شوفير تاكسي، قلت ممكن تكون لعبت عليه مشان هيك تركته. اكيد صدقني والله لسه بحط العقل بالكف. الو هلا خلص بلا زعل، بعدين بخلي ماجد يحاسبك. يلا نازل. يلا ناطرتك. مرحبا. اهلين باحلى ورده، اشتقت لك.
وأنا كمان. خير؟ شو بدك مني؟ لقيت بيت. عن جد؟ إيه يعني هو مو بيت بس. تحكي لا تستحكي. يعني هو بيت غرفة ومطبخ والمنتفعات جوات المطبخ. هذا قصر حبيبي، وين لقيتهم؟ عنا بالحارة جنب أبو عبدو. إيه منيح، مشان إذا تخانق أنا أهرب لعند حماتي. إيه معناتها كل يوم حماتك راح تقول تخانقوا. ونشوفهم. لا لا لحتى أشرح لك شوي. هي بصراحة الغرفة يعني ما بتفوت عليها الشمس. إيه أنت شمسي. والحمام الموجود يعني مرحاض عربي وحمام ملكي يعني ببور وتنكي. إيه خلصنا لا تعقد، إن شاء الله مع الزمان بصير عنا بيت قده على 10 مرات. أنت نعمة يا عبلة، نعمة من عند الله. اللي بحب يا فريز المتر بمتر بلاقيهم قصر، والزعتر والزيت بلاقيهم أحلى أكلة. يا ما في ناس كل شي بتطلبه بتلاقي إلا السعادة ما بتعرف تلاقيها. الله يسعد لي إياك. أصبح جاهزي لي حالك وتركي الباقي علي. بسيم بسيم، ما عطيتني العنوان؟ العنوان صار مع الشوفير. بيبعت لك السعادة، ما بتضيع شي. لك أنا رح روح. أوكي باي باي، إن شاء الله يدوم لما تطيب نصيب. طيب ما في محل نستناه بالحارة؟ لك هي الحارة اللي ساكن فيها كتير شعبية يعني، والوقفة فيها بتلفت النظر. يعني انت روحي وانا يا ستي رح اجيب لك يا موجودا. ايه لا ما حذرت، هالمرة ما رح امشي على كيفك. طب كمان مو معقول ضلي عم تستني بالسيارة. لا بدي استنى. طب ارجعي لهون بطلب لك غدا وانا بطلت اللي عنده، اول واخر بدي ارجع انام بالبيت. ان الله راد رح اكل انا وياه. معلش الزلمة شنطته تبهدل وبيطلع له استنى. يا ستي ما لها زالي اللي بدك اياه بصير. لك انس انت معزتك كتير كبيرة عندي، انا بعمره ما حدا خاف علي مثل ما انت بتخاف علي. شو يعني عاد في زعل؟ لا زعلانة، كل شيء لحال، لانه اخر شيء توقعته منك انك تكون عارفان وينه هو ومخبي عليه. طيب امشي لقلك وين بدك تستني. امشي.